يا أهلا بالفيلموية. بيبدأ الفيلم في غرفة غريبة ومحكمة وكأنها ملفوف عليها إزاز من كل مكان، وصعب الدخول والخروج منها بأي شكل، وبيكون فيها مجموعة من البوابات على شكل شبابيك، وطريقة الفتح بتاعتها هي لف الجهاز المغلق بيها، وبيكون في شخص جوه الأوضة دي وبيحاول إنه يفتح بوابة من البوابات، وبمجرد ما بيفتحها وبيدخل لأوضة تانية فجأة بتظهر شبكة مليانة سكاكين بتقطعه لأجزاء صغيرة وبيموت، وبنروح لأوضة تانية نسخة من نفس الأوضة وبيكون فيها شخص نايم على الأرض وفاقد للوعي، وفجأة بيدخل عليه شخص تاني وبيكونوا هما الاتنين مش عارفين بعض ومش عارفين بيعملوا ايه هنا، وبيفوق الشخص ده الشخص اللي نايم على الأرض، وبعدها بدقايق بيسمعوا خبط على واحدة من البوابات اللي شبه الشبابيك فبيفتحوها وبتدخل واحدة ست منها، وبعدها بدقيقتين بيسمعوا صوت صويت جاي من ناحية شباك تاني فبيفتحوه وبيدخلوا فيه، وبيلاقوا بنت عمالة تصرخ جوه، فبيقدر واحد منهم انه يدخل ينقذها وبيجيبها معاهم للأوضة، وبعد دقايق تانية بيتفتح السقف عليهم وبيدخل شخص كمان لكنه شخص عجوز، وبكده الأوضة بيكون فيها 5 أفراد، 3 رجالة و2 ستات، وبيبدأوا يسألوا بعض إذا كانوا عارفين هما بيعملوا إيه هنا، لكن محدش بيرد، وفجأة الشخص العجوز بيفتح واحدة من البوابات، لكنه الأول بيقلع الجزمة اللي هو لابسها وبيرميها الأول في الأوضة اللي فتح بوابتها، وبمجرد ما بيرميها بتولع، فبيعرفهم إن الأوضة دي ما ينفعش يدخلوها، وبيبدأوا إنهم يتكلموا مع بعض، وبيكونوا كلهم لابسين نفس اللبس، بنفس الجزم، بنفس كل حاجة. وواحدة من البنات بتسألهم إذا كان حد فيهم فاكر آخر حاجة حصلت له، أو هم هنا بيعملوا إيه، أو جم ليه هنا، لكن محدش فيهم بيكون فاكر أي حاجة، وبيبدأوا إنهم كل واحد يعرف نفسه، وبنعرف الشخص الأول هو جيل والتاني بان، والشخص العجوز يبقى أرسو، والبنتين لينا وآسيا، وكل واحد فيهم بيقول اللي كان بيعمله قبلها، وبيظهر إن فعلا كلهم كانوا عايشين حياة طبيعية أو دخلوا ناموا واتفاجئوا إنهم هنا، وبيكونوا مش فاهمين ليه الجزمة ولعت في الأوضة دي، وليه الأوضة اللي هم فيها ما فيهاش أي نوع من الولعة، وإزاي يقدروا يخلصوا من البوابات دي، وبيكون بان متعور في دماغه فبتحاول آسيا إنها تساعده لأنها دكتورة، وبيبدأ جيل يتكلم معاهم وبيعرفهم إنه هو شرطي وإنه مش عارف إيه اللي دخلهم هنا، لكنهم لازم يكونوا مع بعض كفريق ويقدروا يطلعوا من المكان ده. وساعتها بيقول أرسو إن أكيد زي ما دخلوا في طريقة ليهم علشان يطلعوا من المكان ده، وبتكون لينا في الوقت ده خايفة جدا وعمالة تترعش، فبيحاول جيل إنه يهديها علشان ما تفقدش أعصابها ويقدروا يتصرفوا، وأرسو يكون عمال يعمل في الجزمة التانية نفس اللي عمله في الجزمة الأولى علشان يختبر بيها كل الأوض قبل ما يدخلوها علشان ما يتعرضوش لأي مفاجأة أو صدمة. وفعلا بعد ما بيدخل أرسو وجيل الأوضة بتكون لسه آسيا ولينا وبان ما دخلوش، فبتشوف لينا في الممرات اللي بين الأوض حاجة مهمة غريبة قوي، وهي إنهم كاتبين ترقيمات للصناديق والمسافات ما بينهم، وبيكون مكتوب بإن ده الصندوق رقم 400، وبيتخضوا كلهم وبتقول لينا إن بالشكل ده محتاجين أيام كتير قوي علشان يقدروا يطلعوا من المكان ده، وبتتوتر آسيا وبتقول لهم إن جسدهم البشري ما يقدرش يتحمل أكتر من 3 أيام من غير أكل ومية، وإن بعدها هيبدأوا يفقدوا الوعي والإدراك ويموتوا، لكن أرسو بيزعق لها وبيعرفها إنها ما ينفعش تقول كده وإنهم لازم يطلعوا من هنا بأي شكل. وبعد ما بيدخلوا لصندوق جديد بيفضلوا يلفوا فيه، وبيروح يفتح أرسو شباك الصندوق التاني، لكن بيلاقي إن الصندوق ده طالع منه هوا سخن، فبيعرف إن الصندوق ده محمد بالنيتروجين الخام اللي ممكن يخنقهم ويموتهم في أي لحظة، وساعتها كلهم بيتصدموا من ذكاء أرسو، وبيكون جيل شاكك في أرسو أصلا، لكن بعد ما بيركز في اسمه بيفتكر جيل إن الاسم ده كان دايما بيتقال في اسم الشرطة وفي المحاكم، وساعتها أرسو بيبصله وبيعرفه إنه مجرم، وبيطلع أرسو كان مجرم وقدر إنه يهرب من السجن 7 مرات. وقتها جيل بيقول لباقي الناس اللي موجودين انهم لازم يمشوا ورا أرسو لانه هو الوحيد اللي هيقدر يطلعهم من هنا زي ما قادر يطلع نفسه من السجن، وأرسو بيبدأ انه يتكلم معاهم وبيعرفهم انهم لازم كلهم يفكروا مع بعض، وبيحط أرسو الجزمة في الصندوق الجديد وما بيحصلش اي حاجة،
فبيدخل أرسل الصندوق، لكن المفاجأة بقى أن بمجرد دخوله بتخرج حاجات كهرومغناطيسية بتحرق وشه، وباب الصندوق بيتقفل عليه. وفي الوقت ده بيكون أرسو جوه لوحده، لكن جيل بيقدر أنه يفتح باب الصندوق وبيشد أرسو، لكن للأسف بيكون وشه اتحرق وبيفضل يتحرق لحد ما بيموت أرسو. وساعتها بتنهار لينا وبتكون مش عارفة تفكر، وآسيا كمان بتكون خايفة جدا، لكن جيل بيقدر أنه يهديهم وبيعرفهم أن مهما حصل لازم يكملوا طريقهم. بس الغريب بقى في الموضوع ده أن بان بيكون ساكت بشكل مش طبيعي، وأكنه عارف حاجة ومش عاوز يقولها. وبيبدأ جيل أنه يشك في بان، وبعد ما بيقعدوا شوية بيقول جيل أن أكيد وجودهم هنا ليه سبب، وأن أكيد كل واحد فيهم عنده ميزة غير التاني. وبيقول أن ميزته أن هو شرطي وبيقدر يدور على الحقائق، وأن أكيد ميزة آسيا أنها دكتورة، وبيسأل لنا عن شغلها فبتعرفه أنها مش شغالة ولا حاجة، وأنها كانت لسه طالبة جامعية، وأن ما عندهاش أي حاجة بتميزها. وبيسأل بان كمان، لكن بان بيعرفه ان هو كمان شخص عادي وما عندوش اي حاجة تميزه ومش هيقدر يساعدهم، وانه كمان مش فارق معاه اذا كانوا هيطلعوا من هنا ولا لا. فكلهم بيتخضوا من كلام بان وبيكونوا مش مصدقين انه مش فارق معاه حياته من موته. وبعدها جيل بيفضل يفكر شوية وبيقول ان اللي جابهم المكان ده وسابهم هنا خد منهم كل الحاجات اللي كانت معاهم، وما ساب لهمش إلا اللبس والجزم اللي هم لابسينها، لكن الحاجة الوحيدة اللي فضلت هي نظارة لينا. فبيكتشف جيل نظارات لينا ليها علاقة بالموضوع ده كله، وبيسأل جيل لينا عن دراستها، فبتعرفه إنها بتدرس في كلية الأرقام وإن حياتها كلها عبارة عن حسابات. فساعتها بيقول جيل إن أكيد هي دي الميزة اللي بتميزها، وإنها لازم تركز في الأرقام اللي موجودة على كل صندوق، ومن الأرقام دي أكيد وراها حل اللغز. وبيقول لها انها لو قدرت تحل لغز الارقام دي اكيد هيقدروا يطلعوا من هنا. وفعلا بيبدأوا انهم يخلوا لينا تبص على الارقام اكتر من مرة، والموضوع بيبقى محتاج وقت ومجهود كبير جدا منها، لحد ما بتكتشف حاجة مهمة، وهي ان الارقام دايما بتبتدي باعداد فردية او مزدوجة. وبيبدأوا انهم يتنقلوا من صندوق لصندوق ويعملوا اختبار الجزم، فبتكتشف لينا ان الصناديق اللي بتكون فيها اعداد فردية تامة هي الصناديق اللي بيكون فيها متفجرات او اي حاجة ليها علاقة بموتهم. وبتبدأ انها تفك كل الارقام علشان يدخلوا في كل الاوض اللي ما فيهاش اي متفجرات، والموضوع ده بياخد منهم وقت كبير جدا. فبيضطروا انهم يقعدوا مع بعض وبيفضلوا يتكلموا، وكل واحد فيهم بيحكي للتاني عن حياته وعن كل الحاجات اللي هو عملها قبل كده. لكن الغريب ان بان هو الوحيد اللي بيكون ساكت تماما ومفيش اي كلام بيقوله. اما اسيا فكل شوية بتتعصب، وده لانها مش قادرة تتحمل اللي هي فيه علشان مدمنة للسجاير والكحوليات ومحتاجة نيكوتين علشان دماغها. وبيحاول جيل انه يفتح معها اي كلام، فبيحكي لهم عن اولاده التلاتة وعن طليقته، وبيعرفهم انها سابته من سنتين، وبيقول انه من وقتها ما شافش ولاده وانه كان ناوي يروح علشان يشوفهم الفترة دي، لكن الحظ خلاه يقع في المكان ده. وبيفضل يقول لهم ان اكيد هيكون في حل علشان يطلعوا من هنا، وبيفضلوا على الحال ده كتير جدا. وبتقدر لينا انها تفك لهم شوية من الارقام اللي مكتوبة على الصناديق، وبيدخلوا الصندوق بيكون فيه شباك واحد بس يقدروا يطلعوا منه، وهو الوحيد اللي امان والباقي فيه متفجرات، لكن شباك الصندوق ده بيكون الفتحة بتاعته في السقف. فبيقرر جيل ان هو اللي يطلع، وفعلا بيطلع من هناك، لكن فجأة بينزل عليهم شخص تاني لابس نفس الهدوم اللي هم لابسينها، لكنه بيكون شخص من بتوع ذو الاحتياجات الخاصة. وبينزل لهم وبيكون متوتر وخايف، وساعتها جيل بيتضايق وبيعرفهم ان الشخص ده هيعيق حركتهم وهيخليهم مش عارفين يمشوا كويس. بس ساعتها آسيا بتزعقله وبتعرفه انه بني آدم زيه زيهم ولازم ياخدوا بالهم منه، وبتبدأ انها تتكلم وتتعامل معاه، لكن الشخص اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة ده بيكون عمال يصرخ وبيعرفهم ان اسمه جان ومحدش بيقدر يسيطر عليه غير آسيا. بعدها بيكملوا في طريقهم اللي هم فيه في البحث عن الاعداد الفردية اللي يقدروا من خلالها يدخلوا لكل الصناديق الامنة، وبيكونوا بطلوا يعملوا حركة الجزم وماشيين كلهم ورا قلم لينا. وبيدخل جيل لواحد من الصناديق دي، لكنهم بيتفاجئوا ان الصندوق ده فيه اسلاك زي الازاز، فبتحذر لينا جيل بسرعة، واللي بيقدر ينط من وسط الاسلاك
لكن للأسف رجله بتتعور، بس بيقدر انه يرجع من الصندوق ده للصندوق اللي هما فيه تاني، وبيكون جيل عمال يتألم ويصرخ من الوجع. فساعتها جان بيخاف وبيفضل يصرخ هو كمان، فبيتعصب جيل على جان وبيكون عاوز يدخله للصندوق علشان يخليه يموت ويخلص منه. لكن آسيا بتزعقله وبتعرفه ان مستحيل تسمح بحاجة زي دي، وبتبدأ لينا انها تراجع الارقام تاني وبتعرفه ان في مشكلة وانها مش قادرة تحلها، وان كده الارقام الفردية في ارقام منها كمان مليانة بالخطر، وانها لازم ترجع تعيد الارقام تاني من الاول. وبيطلعوا من هنا وبيقول لهم بان انه متأكد ان محدش فيهم هيطلع من هنا، فبيبدأ جيل يشك في بان اكتر وبيمسكوا في بعض. لكن آسيا بتصرخ وبتعرفهم ان ده مش الوقت اللي ممكن يتخانقوا فيه، وان الاهم دلوقتي انهم يشوفوا طريق علشان يطلعوا من المكان ده. لكن جيل بيصمم انه يعرف بان شغال ايه وساكت ليه، وساكت بان شوية، وبعدها بيزعق بان مع جيل وبيعرفه ان مهندس من ضمن المهندسين اللي صمموا مشروع بتاع المكعب ده، وان علشان كده هو متأكد انهم مش هيطلعوا منه. وبيكون جيل فاهم ان طالما بان من ضمن المهندسين اللي عملوا المشروع يعني هيقدر يطلعهم. لكن بان بيعرفه ان هو يدوب عارف الاسس الغلافية بتاعت برة، لكن التكوينات اللي حصلت جوه كلها هو ما يعرفهاش، وده لانه ساب المشروع من زمان لانه حس انه بيهدد البشر، وانه شيء مش طبيعي لاي شخص يدخل مكان زي ده، وان يمكن علشان كده جابوه هنا علشان يختبروه ويخلوه اول فار تجارب في المكان. ساعتها بتصرخ آسيا وبتعرفه ان لو هو فار تجارب علشان رفض المشروع فهم كلهم ملهمش ذنب وما كانوش يعرفوا حاجة عن المشروع اصلا. وبيتضايق جيل من بان علشان ما عرفهمش كل الكلام ده من الاول، فبيضرب جيل بان بكل عنف وقسوه، ولكن لينا هي اللي بتبعدهم عن بعض وبتعرفهم ان بالشكل ده هم هيقتلوا بعض قبل ما الصناديق تقتلهم. وبيدخلوا للصندوق وبيفتحوا الشباك اللي فيه، لكن الصندوق ده بيكون فيه حاجة غريبة جدا، وهي ان اللغز اللي فيه بيكون بيظهر بالصوت، يعني كل ما بيعملوا صوت بيظهر سكاكين حديد تقتل اي حد في الصندوق، وبيكون ده الصندوق الوحيد اللي قدامهم علشان يفتحوه. وبيبقوا خايفين من جان، لكن آسيا بتوعدهم انها تقدر تسيطر عليه، وفعلا بيقدروا يخشوا واحد ورا واحد للصندوق ده وبيطلعوا من الشباك اللي جوه من غير ما يحصل اي صوت، وجان كمان بيعدي فيه وآسيا بتكون معاه وبتقدر انها تسيطر عليه، وكل ما بيكون هيفتح بقه ويتكلم هي بتقدر انها تخليه يسكت. وبعد ما بيعدوا كلهم بيكون فاضل جيل بس هو اللي لسه معداش، وهو بيطلع علشان يعدي. وبعد ما بيكون خلاص وصل جان بيعمل صوت فبتتفتح الصناديق، لكن بينط جيل في الصندوق اللي هم دخلوا فيه، وساعتها بينفعل جيل جدا على جان وبيكون عاوز يضربه، لكن آسيا بتوقفه وبتنفعل هي عليه وبتقوله انه شخص مريض، ولينا كمان بتنفعل عليه فبيتضايق جيل منهم هما الاتنين، وبيعرفهم انه هيخلص عليهم بس مش دلوقتي، وهم ما بياخدوش كلامه بصفة جد. وبيبدأوا انهم يكملوا في طريق الخروج بتاعهم، وبيدخلوا الواحد من الصناديق، لكن المشكلة ان الصندوق ده ما بيكونش فيه ولا شباك راضي يتفتح الا شباك واحد اللي بيتفتح، وبيبصوا فيه وبيلاقوه ما بيفتحش على صندوق جديد انما بيفتح على فراغ، فبيفتكروا ان هي دي نهاية الصناديق، وبيقرروا ان حد فيهم لازم يشوف ايه اللي تحت الشباك ده. بيقلعوا كلهم هدومهم وبيربطوهم في بعض وبيعملوها حبل، وآسيا هي اللي بتنزل علشان تشوف، لكن الحبل بيكون قصير جدا، فبتقرر آسيا انها تنط للجهة المقابلة يمكن تلاقي حاجة تانية. لكن وهي بتنط للجهة المقابلة حبل الهدوم بيتشد من ايديها، فبينط وراها جيل وبيمسك الحبل تاني لحد ما بيمسك ايديها، وبتكون آسيا فاكرة انه هينقذها لكنه بيبصلها بنظرة شر، وبيعرفها انه انقذها علشان يسيبها تموت بايده، وفعلا بيشد ايده وبيسيبها تقع، وبيرجع لهم الصندوق وبيعرفهم انها وقعت غصب عنه، وبيعمل نفسه زعلان ومصدوم، وبيكونوا كلهم مصدومين ومش عارفين يعملوا ايه، فبيقرروا انهم يرتاحوا شوية علشان يقدروا يكملوا كل حاجة. وبعدها بيقوم جيل وبياخد لينا وبيقول لها انه عاوزها في حاجة مهمة، لكن الحيوان بيدخلها لصندوق تاني وبيقول لها انه عاوز ياخدها هي ويكملوا تدوير على باب الخروج لوحدهم، وبيحاول انه يعتدي عليها وهي بتصرخ، فبيصحى بان وبيروح لها وبيحاول انه ينقذها منه، لكن جيل بيكون اقوى من بان وبيضربه لحد ما بيكسر عظمه، وبيشد جيل بان وبيرميه في واحد من الصناديق. بمجرد ما بينزل بان للصندوق ده بيفضل يضحك بهستيريا
فلما بيسمعوا صوته بينزلوا وراه بسرعة، وبيتفاجئوا كلهم ان جثة ارسو موجودة في قلب الصندوق ده. فساعتها بتفضل لينا تفكر شوية وبترجع تبص للارقام من تاني، وبتبدأ انها تقول انها كانت غلط وانها فكرت من الاول غلط، وان الارقام دي معناها ان الصناديق بتتغير وبتلف حوالين نفسها، وانهم دلوقتي بيرجعوا للصندوق اللي كانوا فيه قبل كده. فساعتها بيتعصب جيل على لينا وبيعرفها انها لازم تحل اللغز ده بأي شكل. فبتبدأ انها تكتب كل الارقام اللي هي شافتها، وبتكون المعادلات الرقمية صعبة جدا ومش قادرة تحلها، لكنها بتقول المعادلات بصوت عالي على امل انها تقدر تحلها. لكن المفاجأة بقى ان بمجرد ما يسمع جان المعادلات دي بيقدر هو ان يحلها، وكلهم بيتصدموا. وهنا بنعرف ان جان شخص عبقري في الرياضيات برغم الحالة اللي هو فيها. فبتبدأ لينا انها تسأله عن كل المعادلات اللي هي عملتها، لكنه بيعذبهم على ما يجاوب، وبيفضل يقول انه عاوز حلويات، لكنها بتتبع معاه نفس السياسة اللي كانت بتتبعها مع آسيا، وبتتكلم معاه بالراحة، وبتبدأ فعلا انها تقوله على المعادلات وهو بيحلها، وبيتنقلوا من صندوق لصندوق بناء على حل المعادلات اللي بيحلها جان، وبيعرفها ان الأوضة امنة او لا. لكن جيل بيكون عنيف جدا، وعلشان يدخل اي أوضة بيزق بان علشان يدخلها الاول، ولينا وبان بيكونوا متضايقين جدا من جيل، لكنهم مش قادرين يعملوا حاجة لانه اقوى واعنف منهم هما الاتنين. لكن بيقرروا لينا وبان انهم يخلصوا من جيل، وفعلا وهم داخلين الصندوق التاني بيقفل بان شباك الصندوق على رقبته، لكن جيل بيقدر انه يزق بان وبينزل لهم في الصندوق اللي هم فيه، ووقتها بيفتح بان شباك صندوق تاني فبيقع جيل وبيموت. وبتكون لينا قدرت تحل المعادلات بالكامل، وبتقول انهم لو رجعوا للأوضة اللي كانوا فيها في اول مرة وقبل ما الصندوق بالكامل يلف هيكونوا وصلوا لبر الامان. وبيبدأوا انهم يتحركوا من صندوق لصندوق، وبيكونوا ماشيين على المدار ده وما بيقفوش ولا لحظة، لحد ما بيكون بان ولينا بيفتحوا صندوق من الصناديق، وساعتها جان بيسيبهم وبيدخل صندوق لوحده. فبيروح وقت كتير منهم في التدوير عليه لحد ما بيلاقوه، وبيكون فاضل 4 دقايق بس قبل ما الصندوق يلف تاني، وبيقدروا انهم يوصلوا للصندوق النهائي، وبيفتحوا الشباك اللي فيه وبيلاقوه مطلعهم للنور. فلينا بتفرح جدا، لكن بيقول بان للينا تمشي هي لانه مش عاوز يرجع للحياة تاني، وانه عاوز يموت هنا، لكنها بترفض تسيبه. وفي الوقت ده بيظهر جيل، وبيكون مماتش لما وقع، لكنه اتعور في دماغه بس، وقام وكمل وراهم، وبيكون في ايده سيخ بيقتل بيه لينا وبيضرب بيه بان. واول ما بيشوف جيل النور اللي في الشباك اللي جان واقف عنده بيروح علشان يطلع منه، لكن بان بيفضل يشد في رجل جيل لحد ما ال4 دقايق بيخلصوا وبيموت جيل. وبيروح بان يشوف لينا وبيلاقيها ماتت، فبينام جنبها وبيطلع في الروح. اما جان فبيقدر انه يطلع من الشباك وبيخرج بره الصندوق. وبكده بنكون وصلنا لنهاية احداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.